بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أختكم سارة الدوسري، أخصائي مكافحة عدوى. اليوم إن شاء الله راح نناقش أحد وأهم مواضيع مجال مكافحة العدوى، الهاند هايجين أو نظافة الأيدي. في كل سنة يوم 5 مايو تقوم المنشآت الصحية وأقسام مكافحة العدوى بالاحتفال باليوم العالمي للهاند هايجين للتذكير لأهمية نظافة الأيدي. اليوم إن شاء الله راح نناقش هذه النقاط: تعريف الهاند هايجين، أنواع الهاند هايجين، هاند هايجين تكنيك، the steps of germs transmission by hand، الفايف مومنت أو الخمس لحظات للهاند هايجين، وآخر شيء الهاند هايجين مونيترينج. طيب إيش يعني هاند هايجين؟ Any action of hygienic hand antisepsis in order to reduce transient microbial flora. أي إجراء لتطهير أو تنظيف الأيدي بشكل صحيح من أجل تقليل الميكروبات التي قد تكون موجودة على الأيدي. Generally performed either by hand rubbing with an alcohol-based formulation or hand washing with plain or antimicrobial soap and water. أنواع الهاند هايجين: أول نوع hand washing is washing hand with a plain non-antimicrobial soap and water، غسل اليدين بالصابون العادي والماء. ثاني نوع عندنا antiseptic hand wash، washing hand with water and soap or other detergent containing an antiseptic agent، يكون الصابون المستخدم يحتوي على مضاد للميكروبات. ثالث نوع alcohol-based hand rub، rubbing hand with an alcohol-containing preparation، يتم فرك الأيدي بالجل الكحولي. وآخر شيء surgical hand hygiene، antisepsis hand washing or using an alcohol-based hand rub before operations. عرفنا الأنواع وعرفنا معنى كل نوع، الآن نجي للهاند hygiene technique. The hand wash: to effectively reduce the growth of germs on hand, hand washing must last 40 to 60 seconds and should be performed by all steps. عشان أضمن فعالية غسل اليدين أراعي نقطتين، نقطة التايم أو الوقت، والخطوات تكون صحيحة ومتسلسلة. طيب خلونا نتعرف على الخطوات. تبليل اليد بالماء، الخطوة الأولى وضع مقدار كافي من الصابون، الخطوة الثانية فرك اليدين بداك الراحتين، الخطوة الثالثة فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى زي ما هو موضح بالصورة مع تشبيك الأصابع، ثم أفعل نفس الشيء باليد اليمنى. الخطوة الرابعة خلخلة الأصابع وشبكهما مع فرك الراحتين. الخطوة الخامسة فرك ظهر أصابع اليد اليمنى براحة اليد اليسرى وظهر أصابع اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع قبضة الأصابع نفس ما هو موضح في الصورة. الخطوة السادسة فرك راحة اليد اليمنى بإبهام اليد اليسرى بشكل دائري، ثم فرك راحة اليد اليسرى بإبهام اليد اليمنى. الخطوة السابعة فرك راحة اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف وإلى الأمام بحيث تشتبك أصابع اليد اليسرى براحة اليد اليمنى والعكس صحيح. الخطوة الثامنة شطف اليدين بالماء، تجفيف اليدين جيدا بمنشفة تستخدم مرة واحدة. الخطوة العاشرة استخدام المنشفة لغلق الماء، وأخيرا أصبحت يداك آمنة لتقديم الرعاية الصحية. The hand rub to effectively reduce the growth of germs on hands. Hand rubbing must be performed by following all steps. This takes only 20 to 30 seconds. طبعا الهاند روبينج وقت أقل وخطوات أقل. الخطوة الأولى وضع كمية مناسبة من الجل الكحولي، الخطوة الثانية فرك اليدين بدعك الراحتين، الخطوة الثالثة فرك ظهر اليد اليسرى كما هو موضح في الصورة براحة اليد اليمنى مع تشبيك الأصابع، ثم نفس الشيء لليد الأخرى. الخطوة الرابعة خلخلة الأصابع وشبكها مع فرك الراحتين. الخطوة الخامسة فرك ظهر اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى وظهر أصابع اليد اليسرى مع راحة اليد اليمنى مع قبض الأصابع كما هو موجود بالصورة. الخطوة السادسة
فرك إبهام اليد اليسرى بشكل دائري براحة اليد اليمنى مع تكرير نفس العملية لإبهام اليد الأخرى. الخطوة السابعة فرك أصابع اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف وإلى الأمام بحيث تشتبك الأصابع براحة اليد اليسرى والعكس صحيح. عندما تجف يدك تصبح يدك آمنة لتقديم الرعاية الصحية. Surgical hand wash. Hand washing before performing a surgical procedures. This takes only 2 to 5 minutes. طبعا هذا غسل اليد الجراحي الذي يقوم به الجراح قبل بدء العملية ويأخذ من دقيقتين إلى 5 دقائق. طيب كيف يتم غسل اليدين جراحيا؟ الخطوة الأولى تبليل اليدين والساعدين تماما إلى أعلى مستوى المرفق. الخطوة الثانية تنظيف أسفل كل من الأظافر وما حولها. الخطوة الثالثة وضع الأنتي مايكروبيال سوب على اليدين والساعدين إلى المرفق مع رفع اليدين إلى أعلى فوق مستوى المرفق وبحركة دائرية. نبدأ من عند أطراف الأصابع في إحدى اليدين ثم غسل بين الأصابع والاستمرار من أطراف الأصابع إلى المرفق. نقوم بتكرير نفس العملية إلى اليد والذراع الأخرى. الخطوة الرابعة شطف كل ذراع على حدة بدءا بأطراف الأصابع مع رفع اليدين أعلى مستوى المرفق. الخطوة الخامسة استخدام الستيرايز تول أو المنشفة المعقمة للتجفيف. اجعل اليدين فوق مستوى الخصر ولا تلمس أي شيء قبل ارتداء الستيرايل جاون والستيرايل جلوفز. Hand transmission. Hand transmission only required 5 steps أو تحتاج إلى 5 خطوات. أول خطوة present of germs وجود الميكروب أو وجود الجيرمز. الخطوة الثانية transmission on hand انتقاله إلى اليد. الخطوة الثالثة germ survival on hand ممكن يبقى على اليد. الرابعة defective hand hygiene وآخر شيء cross transmission of germs. Hand transmission step 1 أو الخطوة الأولى ممكن أن يكون الميكروب يتواجد على بشرة أو جلد المريض أو قد يكون متواجد على سطح البيئة. Step 2 Nurses could contaminate their hand with 100 to 1000 CFU of Klebsiella species during clean activities like lifting patients, taking the patient pulse, blood pressure, or oral temperature. 15% of nurses working in isolation unit carried a median of 10,000 CFU of Staph aureus on their hand. ممكن بعض النشاطات التي يقوم بها الممرضات للمريض كقياس نبض المريض أو أخذ ضغط الدم أو درجة الحرارة ممكن أن تلوث أيديهم بأكثر من مايكرو أورجانيزم. Step 3 أو الخطوة الثالثة Following contact with patient or contaminated environment germs can survive on hand for differing length of time 2 to 60 minutes. بعد الاتصال أو الكونتاكت مع البيشنت أو البيئة الملوثة ممكن الجراثيم تبقى على اليد لفترات زمنية مختلفة من دقيقتان إلى ساعة. In the absence of hand hygiene action, the longer the duration of care, the higher the degree of hand contamination. Step 4. Insufficient amount of product or insufficient duration of hand hygiene action lead to poor hand decontamination. طبعا هذه الخطوة يكون في خلل في الستبس تبع الهاند هايجين أو بالتايم للهاند هايجين. عشان كذا نرجع نأكد على ضرورية المدة وضرورية الخطوات الصحيحة الكاملة. Step 5 In many outbreak germs transmission between patient and from the environment both the care setting and patient surrounding to patient through healthcare workers hand has been demonstrated. في أكثر من حالات تفشي للأمراض أثبتوا انتقال الجراثيم بين المرضى ومن البيئة كل من
مكان الرعاية والمناطق المحيطة بالمريض إلى المرضى من خلال أيدي العاملين في مجال الرعاية الصحية. لذلك نرجع ونأكد على أهمية نظافة الأيدي وأنها ممكن أنها تمنع حدوث انتقال الميكروبات. الآن سؤال بسيط: What is single most effective measure to reduce healthcare associated infections؟ ما هو الإجراء الوحيد الأكثر فعالية والأسهل للحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية؟ الهاند هايجين أو نظافة اليد. Hand hygiene is the single most effective measure to reduce healthcare associated infections. الآن ننتقل لل 5 moments for hand hygiene. Your 5 moments for hand hygiene: moment 1 before patient contact, moment 2 before aseptic task, moment 3 after body fluid exposure risk, moment 4 after patient contact, and the last after contact with the patient surrounding. اللحظات الخمس لنظافة اليد: أول لحظة قبل ملامسة المريض، اللحظة الثانية قبل عمل أي إجراء نظيف أو معقم، الخطوة الثالثة أو اللحظة الثالثة بعد التعرض لسوائل الجسم، اللحظة الرابعة بعد ملامسة المريض، والخامسة بعد ملامسة محيط المريض. الآن can you identify the main examples of these indications during your everyday practice of healthcare؟ عندنا examples أو أمثلة على سيناريوهات ممكن تحصل تمثل المومنت الأولى أو مومنت 1: shaking hands, striking an arm، ممكن المصافحة، السلام، helping a patient to move around or get washed، ممكن في خلال لحظة أو قبل لحظة مساعدة المريض للحركة لازم على الممارس الصحي أنه يقوم بالهاند هايجين. Before taking pulse, blood pressure, chest auscultation, abdominal palpation. Moment 2. Some examples for moment 2: during secretion or before skin lesion care, wound dressing, catheter insertion, preparation of medication, dressing set. طبعا هذه أمثلة قبل أي إجراء من هذه الإجراءات لازم أن نقوم بتنظيف الأيدي. Moment 3 after body fluid exposure risk. Some example أو بعض الأمثلة للحظة الثالثة: oral or dental care, giving eye drops, العناية بالفم أو بالأسنان، إعطاء قطرات للعين أو شفط الإفرازات، skin lesion care, wound dressing, subcutaneous injection, العناية بالآفات الجلدية، تضميد الجروح، drawing and manipulating any fluid sample بعد أخذ العينات، وآخر مثال التعامل مع النفايات التي قد تكون تحتوي على بعض سوائل الجسم. Moment 4 after patient contact. Some examples for moment 4 أو بعض الأمثلة على اللحظة الرابعة: shaking hand, striking an arm, المصافحة، helping the patient to move around، خلال مساعدة المريض تعتبر اللحظة الرابعة after patient contact، taking pulse, blood pressure, chest auscultation, abdominal palpation. Moment 5 after contact with patient surrounding، after changing bed linen، after monitoring alarm، after holding a bed rail، after clearing the bedside table. But we should not forget the moment where hand hygiene is indicated and falls under hygienic or social practices. For example, after using the toilet, before preparing food and eating, and after coughing. لا ينبغي علينا أن ننسى اللحظات التي يجب علينا أن ننظف فيها أيدينا والتي ممكن أن تندرج تحت الممارسات الصحية أو الاجتماعية
على سبيل المثال قبل إعداد الطعام، قبل الأكل، وبعد السعال. نوت أو ملاحظة بسيطة، الكحول based hand sanitizer does not kill Clostridium difficile, a common healthcare associated infection that causes severe diarrhea. تنظيف اليد باستخدام الجل الكحولي لا يمكن أن يقتل أو يتخلص من بكتيريا Clostridium difficile الشائعة في سبب حدوث الإسهال الشديد. Patient with Clostridium difficile should wash their hand with soap and water and make sure their healthcare providers always wear gloves when caring for them. Gloves plus hand hygiene, clean gloves and gloves, no hand hygiene, germ transmission. مع الأسف أن هناك يعني بعض الممارسات الخاطئة عند ارتداء القفاز، التفكير بأن عند ارتداء القفاز لا نحتاج إلى نظافة اليد، وهذا اعتقاد خاطئ. يجب علينا تنظيف أيدينا أولاً ثم يمكننا ارتداء القفاز لضمان رعاية صحية آمنة خالية من العدوى. Before you're cleaning your hand, don't wear artificial fingernails or accessories. Keep natural nail tips short. قبل تنظيف اليد نحرص على الأظافر أنها تكون مقلمة وقصيرة، وعدم ارتداء الأظافر الاصطناعية أو ألوان الأظافر. هذا بالنسبة للفيميلز. Hand hygiene monitoring أو قياس الالتزام بنظافة الأيدي ممكن يكون direct بشكل مباشر أو indirect بشكل غير مباشر. خلونا نتعرف كيف ممكن يكون بشكل direct وكيف ممكن يكون بشكل indirect غير مباشر. Directly observe a sample of hand hygiene opportunities and calculate the rate of adherence, number of hand hygiene episode performed divided by number of hand hygiene opportunities. طيب للمراقبة بشكل مباشر ممكن احنا نكون متواجدين بالقسم لمدة معينة ونلاحظ فرص نظافة اليدين ونحسب معدل الالتزام. كيف ممكن انه احنا نحسب معدل الالتزام؟ يكون في البسط عدد الممارسين الصحيين الذين قاموا بتنظيف اليد بشكل صحيح، والمقام يكون عدد الفرص للهاند هايجين by word or service. Some organization observe the WHO 5 moment for hand hygiene. بعض المنشآت ممكن انها تلاحظ جميع الخطوات زي form WHO، ان شاء الله راح نشاركه معاكم لاحقا. Some have simplified the measurement to focus on hand hygiene before and after a care episode. This proves easier to monitor, but it is unclear whether this narrower focus impact patient outcomes. Indirect, كيف ممكن مراقبة معدل الالتزام تكون بطريقة غير مباشرة؟ In addition to monitoring the rate of adherence, facilities may also assess the quality of hand hygiene adherence, time spent per hand hygiene episode, whether soap was used during hand washing. Monitor the volume of specific hand hygiene product, soap, hand drop, and lotion used per 1,000 patient days. Employ a system of video monitoring or use of sensors or sensing devices that have been validated to monitor hand hygiene episode per patient care. من الممكن أنه نقوم بمراقبة استهلاك أدوات نظافة اليد، كممكن نلاحظ مدى استهلاك الصوابين والجل الكحولي، أو ممكن نستخدم بعض المستشفيات تقوم بمراقبة الممارسين الصحيين بالفيديو، أو استخدام أجهزة الاستشعار، غالبا ما يكون كارد أو بطاقة مع الممارس الصحي، ويكون في مستشعر مجرد ما أنه يستخدم الجل الكحولي أو يقوم بغسل يدينا يقوم المستشعر برصد الهاند هايجين، أن هذا الممارس الصحي قام بعمل نظافة اليد أو قام بتنظيف يده. In a summary,
Hand hygiene is an expectation, not an option. We will never be able to improve our hand hygiene compliance if not each and every one of us presumes that patient to be touched may be his, her father, mother, sister, brother, or child. Thank you for listening. شكرا يعطيكم العافية وبالتوفيق يا رب. نلقاكم لاحقاً.